هنعمل دلوقتي الايس لاتيه اللي بالفراولة، عبارة عن سكر، فراولة، قهوة سريعة الذوبان، لبن. ماشي، هو عشان كده اسمه ايس فراولة لاتيه، لان اللاتيه معروف انه بيتعامل بقهوة سريعة الذوبان مع اللبن والكريم شانتيه. انا هنا مزودة الفراولة، جميل جدا بالذات الناس اللي بتحب ميكس الكافيين مع كذا حاجة. انا هنا حابة الفراولة تبقى جرانيتا شوية، لو عايزينها عصير اضربوها في الخلاط. حطيت ايه بقى؟ فراوله الفروزن، معاها معلقه سكر كبيره، معاها بالظبط معلقتين لبن تلونها. هنحط واحد عادي جدا عشان في ناس ما بتحبها، هحط واحد كده عادي جدا اللي هو ايه، فراوله بحبه لبن وكريم شانتيه. خلاص، ده عادي قوي للناس اللي بتحب ايه الميكس التقليدي اهو، بس هزوده كريم شانتيه كده عشان يدينا ايه شكل جميل. ولازم كريم شانتيه يبقى تخين قوي يعني سميك. بصوا شكله ايه بالشاليمو، بصوا جدا جدا من الطعم بتاعه جدا. طيب هنا هنعمل ايه بقى؟ هعمل هنا كده كده، ده احط الفراوله كده واحط القهوه كده اهو ساقعه، طبعا بندوبها في ميه سخنه. اوكي، فاضل بس ايه حبه اللبن. بصوا المنظر بقى بالشاليمو برضو. ماشي،